السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. الموضوع ديالنا اليوم كيتجلى في بعض النصائح الطبية لعيد الأضحى فيما يخص الجهاز الهضمي. هاد الرسالة كنوجهها للمواطنين المغاربة بصفة عامة والناس اللي كيعانوا من مشكل ديال الضغط في الدم، من مشكل ديال الكوليسترول، من مشكل ديال السكري بصفة خاصة، لأنهم خصهم ضروري يمشوا عند طبيب ديالهم ديال الجهاز الهضمي بأسابيع قبل العيد باش كيعطيهم بعض النصائح لتفادي بعض المشاكل ديال الهضم في الجهاز الهضمي. أيضا كنوجه هاد الرسالة بالنسبة للناس المسنين اللي كيكون عندهم مشاكل في الفم، اللي كيكون عندهم مشاكل في الهضم، تهما خصنا نعطيهم بعض النصائح باش يقدروا يدوزوا العيد ديالهم بدون مشاكل وبدون أضرار في الجهاز الهضمي. اولا اللي غنطرقوا ليه دابا شنو هما هاد المشاكل اللي كنقدروا نعانيو فيها في الجهاز الهضمي. اللي كنعرفوه هو انه اللحم الغنمي هي لحم غنيه بالكوليسترول، وهذا الشيء كيأثر سلبا على الجهاز الهضمي. كنعرفوا انه العادات ديالنا والتقاليد كتختلف من منطقه الى اخرى، ولكن هذا ما كيغيرش من طريقة او الوقت ديال الهضم ديال اللحم، لانه اللحم باش تحلل لينا في المعدة تيخصها تقريبا 36 ساعة باش تقدر تهضم بطريقة كاملة. لذلك فاش كناخذوا في العيد يومين ولا 3 ايام متابعة ديال اللحم، هذا كيأثر سلبا على الجهاز الهضمي وكيأثر سلبا على المعدة. ثاني حاجة اللي كيعانيوا منها كمشاكل في الجهاز الهضمي من غير هذا المشكل ديال الكوليسترول، هو انه تقريبا عندنا حنايا خصنا ناخذوا 60 غرام ديال اللحم يوميا، استاذ ما يعادل 0.8 حتى 1 غرام بار كيلو اللي خصنا ناكلو. حنايا في العيد، في هذا العيد هذا كنديباسيو ولا كنتجاوزوا هذيك 60 غرام، كنوصلوا تقريبا حتى 300 غرام، وهذا كيشكل خطوره سخطو الناس اللي متبعين على القلب، اللي متبعين على الشرايين، اللي متبعين على السكري، اللي متبعين على لاغوت. هادو كاملين كيقدر يدير لهم هاد الزياده في اللحم، كتقدر دير لهم عدم توازن وكيطيحوا في مشاكل من مورا العيد مباشره. ثالث حاجه هو انه كثره البروتينات اللي كتواجد في اللحم كتقدر تؤدي الى القبض او ما يسمى بالامساك او لا كونستيباسيون بالفرنسي، دونك بما يؤدي الى مشاكل ومشاكل في الجهاز الهضمي. اشنو هما النصائح اللي غادي نتبعوا في خلال هذه الايام المباركه؟ اللي كنعرفوا ان العادات ديالنا على راسنا وعينينا وانها مهمه جدا، ولكن ضروري خاص التوازن وخاص العقلانيه في هاد الايام. الوغ اللي خصني اللي كنصح به المواطنين المغاربه هو اولا الاكل بطريقه متوازنه، يعني خصنا نحافظوا على ثلاثه ديال الماكولات في النهار. خصها تكون هاد الماكولات متوازنه بما فيها، يعني انها فيها خضر، فيها فواكه، وفيها نسبة معقلنة ديال اللحوم. الخضر والفواكه علاش مهمة؟ لأنها كتعاوننا على امتصاص هذوك الدهنيات اللي كاينة في اللحوم، وكتعاوننا على امتصاص الحديد اللي كيكون أيضا في اللحم، واللي هو بزاف الناس كنعرفوهم في المغاربة كيعانيو من فقر الدم. دونك أنك تاخذ الفواكه وأنك تاخذ الخضر هذا مهم جدا باش يتمص لينا هذاك الحديد. ثالث حاجة اللي نقدر نعطيها كنصيحة بالنسبة للمواطنين هو عدم أكل هذوك الحلويات في الصباح ديال العيد. هي عرفنا بأن عادة مهمة وضرورية، ولكن الواحد باش ما قدر يتفادى الحلويات على الصباح كان أحسن، لأنها تهي غنية بالسكريات وغنية بالدهنيات. بالنسبة للمشروبات أيضا الواحد ياخذ اتاي بدون سكر، ياخذ الماء، ويتفادى المشروبات الغازيه الغنيه بالسكر في ايام العيد. كذلك كنصح بممارسه الرياضه، واخا هي رياضه خفيفه كالمشي، تهي مهمه جدا في هاد الايام. نصائح اخرى نقدر نعطيها لكم هو ابتداء من النهار الثاني ولا الثالث عيد ما نبقوش كناخذوا اللحم الحمراء اللي هي لحم الغنمي، نقدروا نديروا تنوع
في اللحوم، ناخذوا اللحوم البيضاء كالدجاج كالعدند، ناخذوا الحوت ايضا هو مهم جدا، كي هذا التنويع هذا مهم جدا باش ما يكونش عندنا الضرر في الجهاز الهضمي. وطريقه ديال الطهي او الطهي ديال 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 اللحوم حتى هي مهمه جدا، خصها تكون لحوم سوا دي غرياد اللي هما هما حنا معروفين بالعيد اننا كنديروا تنشويو، او عن طريق الفرن او عن طريق التبخير. دونك تنبخروا اللحوم ديالنا، حسن اننا نديروهم بالمواد الدسمه. تنشكركم على حسن المتابعه وعيد مبارك سعيد.